أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله هدى وموعظة وبشرى للمؤمنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم في هذه الدورة المباركة، ونحن نجتمع وإياكم جميعا في هذا اللقاء وهذه المجالس القرآنية المباركة، ونفتتحها اليوم في افتتاحا لهذا الفصل الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. وإنني أيها الإخوة قبل أن أبتدئ الحديث حول ما نحن بصدده وهو تفسير سورة الأعراف، فإنني أوصي نفسي وإياكم باستحضار النية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضار الوعد الذي وعد به في قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الجزاء العظيم المتمثل في هذه الصفات الأربع أيها الإخوة والأحوال الأربع عظيم لا يناله إلا من هم خيرة الناس في ذلك المجلس، وهو مجلس القرآن ومدارسته كتاب الله عز وجل. نرجو ونحتسب على الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا من المجالس التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويتدارس. قبل أن نبدأ في تفصيل الحديث ونستمع إلى تلاوة الآيات، فإنني أعرف بسورة الأعراف، هذه السورة العظيمة التي هي من السبع الطوال، والتي قد اشتملت على مقصد عظيم. سورة الأعراف سورة مكية، إلا ما ذكره بعض المفسرين عن آية أو آيتين واسألهم عن القرية، لكن في الجملة فالظاهر والله تعالى أنها بجملتها مكية. هذه السورة أيها الإخوة تعرف بسورة الأعراف، وتعرف بسورة ألف لام ميم صاد، وهذا الاسم الذي هو الأعراف هو اسمها المتفق عليه، ولا أعرف يعني اسما، وإن كانت تسمى أسماء عن بعض السلف أخرى، لكن الاسم الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سورة الأعراف. سورة الأعراف إشارة إلى ذكر الأعراف، رجال الأعراف في هذه السورة مرتين، ولنا بإذن الله وقفة مع الاسم في حال المرور مع الآيات بإذن الله عز وجل. هذه السورة أيها الإخوة مقصدها مقصد عظيم، وأحب
أن يعني أن نأخذ هذا المقصد من هذا المجلس إلى آخر مجلس بإذن الله من هذا اليوم، لأنه سيتتابع معنا وسيتصل الحديث والسياق فيه بحسب ما ذكر فيه من المواضع والقصص. مقصد السورة أيها الإخوة لو تأملناها وجدناها تركز على الصراع، معركة الصراع بين الحق والباطل، المعركة بين الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل. وليتبين لنا ذلك، ليتبين لها هذا المقصد، فإننا نعيش مع السورة عرضا سريعا ثم نبدأ في تفصيل الآيات من أول السورة. فلاحظوا بارك الله فيكم أن الله عز وجل قال ألف لام ميم صاد، ثم افتتح الحديث عن القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ثم ذكر الغاية منه: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهو إنذار للكافرين وذكرى للمؤمنين. انظر افتتاح السورة بذكر الفريقين وأن هذا القرآن هو الحق الفاصل بينهما بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ثم ذكر بعد ذلك الخطاب للكافرين، والسورة حقيقة تركز أيضا على مخاطبة الكافرين وإقامة الحجة عليهم ليرجعوا، ولهذا جاء في السورة: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالسورة فيها تفصيل للآيات البينات مما يثبت الحق لهم ويبينه لهم ويبين لهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم وظلمهم إنهم أصروا على ذلك، ويستعرض لهم مشاهد الظالمين المكذبين من الأمم السابقة. ثم افتتح الله تعالى الحديث عن الصراع، هذا الصراع بأول قصة في الصراع وأول مواجهة بين الحق والباطل، وهو الصراع بين آدم وإبليس في قصة آدم التي تمثل فيها الصراع بين الحق والباطل. ومنه نأخذ متى بدأ هذا الصراع ومن زعيمه الأول هو إبليس، حينما قال: فبما أغويت، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. هذه القصة تمثل لنا بداية الصراع لنعلم من هو قائد هذا الصراع في جانب الباطل ومن هو قائده في جانب الحق. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك خطابا لبني آدم ليبين لهم ويبصرهم، كما قال تعالى: كذا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآيات التي فيها يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم أربع مرات تدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين لبني آدم هذا الصراع الذي بينهم وبين عدوهم وهو الشيطان حزبه. فالتكرار هنا له دلالة ونداء من إلهي عظيم سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك حال الكافرين وعذابهم، حال المؤمنين وجزاءهم، في قوله: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم ذكر حال المؤمنين في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا ما هو؟ هذا ذكر لجزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. لاحظوا، بعد أن ذكر بداية الصراع ذكر توجيهات للمؤمنين لعباد الله عز وجل بني آدم كلهم من المؤمنين والكافرين، ثم ذكر تنبيها لهم أن جزاء المكذبين هذا وجزاء المؤمنين هذا الجزاء. ثم بعد ذلك أيها الإخوة انتقل السياق إلى ذكر آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته تبصيراً للمؤمنين وللكافرين، وتفصيل لهم ليتبين لهم ما هو الحق الذي يجب يتبعوه، في قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. ففيها
تبصير لهم بربهم عز وجل الذي خلقهم والذي هو مستحق للعبادة حقا بهذه الدلائل البينة الواضحة. ثم بعد ذلك انتقل السياق أيها الإخوة إلى ذكر الصراع في الأمم السابقة بقصة نوح، ثم قصة عاد، ثم قصة ثمود، ثم قصة لوط، ثم قصة شعيب. هذه القصص تمثل ماذا؟ تمثل الصراع القائم بين الأمم وإغواء الشيطان الذي أخذه على نفسه. وهذه القصة هي للمؤمنين تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي للكافرين تحذير وتهديد إلى أنهم إن كذبوا فسيكون هذا حالهم وهذا مصيرهم. ثم بعد ذلك جاءت قصة موسى، وقصة موسى تقريبا جاءت في نصف السورة أو قريبا منها، وهي قصة عظيمة لأنها الأمة المستخلفة قبل أمة الإسلام، فتفصيلها وبيانها مهم، ولأن من أهل الكتاب من هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث موجه لهم وموجه لأمة الإسلام تحذيرا لهم. ثم في آخر السورة، أنا حقيقة استعراض سريع وإلا لو كان الوقت يسع لوقفنا وقفات مع بعض الآيات. ثم بعد ذلك قصة موسى جاء الحديث، رجع الحديث إلى الامتنان على بني آدم وتذكيرهم بالعهد والوعد والذي أخذه الله على والميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهور آبائهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. أشهد الله عز وجل ذرية آدم بعد أن خلقه وكلفه في الحديث الوارد في ذلك، فيذكرهم الله بهذا العهد ليكونوا على الصراط المستقيم وليحذروا كيد الشيطان وحزبه. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يستمر السياق في هذا في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إلى آخر الآيات. ثم انتقل في آخر السورة أيضا تذكير بحق الله عز وجل وأصل خلقهم وغاية خلقهم، قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وهذا إعادة للسياق القصة آدم. ثم من بثق من هذه القصة من ذرية أشركت بالله عز وجل واتخذت من دون الله أولياء. وفي آخر السورة جاء الحديث موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين وإلى كل مؤمن، فقال الله في قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، كأنه يقول بعد هذا السياق وذكر هذه المعركة وهذا الصراع لتكن عدتك ولاية الله لك في هذا الطريق الذي أمامك فيه عدو يتربص لك وقد قعد لك في طريق صراط الله المستقيم، فقل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأرشد الله في آخر السورة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن، كل من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع هذا الواقع، كيف يعيش مع هذا الصراع. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، امضي في سبيلك واعفو عمن أخطأ عليك وظلمك وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين المعرضين المكذبين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في الانتصار لنفسك أو أن يثنيك عن طريقك بوسوسة أو بغير ذلك فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم في آخر السورة بيّن الله كيف نأخذ هذا القرآن العظيم، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه عدة يرشد الله تعالى
لها عباده المؤمنين، نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين. فلنأخذ هذه العدة أيها الأخوة ونحن في طريق هذا الصراط وفي هذه المعركة، الصراع الذي بيننا وبين عدونا اللدود الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا أن يغوينا. ولذلك ذكر الله تعالى كيد الشيطان هنا في آخر السورة، في أولها وآخرها، لاحظوا أنه رجع السياق إلى كيد الشيطان مرة أخرى، فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. انظروا عبارة طائف هنا، كأن الشيطان يطوف بك ليغويك ويغريك بكل طريق، كما قال الله تعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهو يطوف بالإنسان ليغويه ويغريه عن هذا الصراط الذي أراده الله له. قال الله تعالى تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله يجعلنا من المتذكرين المبصرين. ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي إخوانهم بمعنى الذين أخذوا على عهدهم إغواء الناس كطريق الشيطان. ثم يذكر الله تعالى في آخر السورة قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ويسجدون. ولعل مناسبة ختام السورة بذلك كأنه يذكرنا بالملأ الأعلى الذين حالهم أنهم لا يستكبرون عن عبادته كحال الشيطان، ويسبحونه وله يسجدون. فكأن الله تعالى يقول اختاروا طريق الملأ الأعلى بالاستقامة على طريقه والنصب في طريق العبادة له والتسبيح له، واحذروا من طريق الشيطان وحزبه. فالإنسان بني آدم بين طريقين، بين طريق الحق أو طريق الباطل. طريق الحق الذي عليه ملائكة الله الأطهار الأبرار، وطريق الباطل الذي عليه الشيطان وحزبه. هذا أيها الأخوة سياق السورة باختصار وإجمال، يبين لنا الحقيقة أن هذه السورة مسلكها، هذا مقصدها، مقصد يسير من أولها إلى آخرها في هذا الغرض. لعل سورة الأعراف ولعل المسمى له دلالة، من حيث أن الأعراف هو السور والحجاب الذي بين وعلى الأعراف يعني الذي بين الجنة والنار، فكأنه بين الحق والباطل. فلعل اسم الأعراف الذي هو الموضع بين الجنة والنار كأنه إشارة إلى أن هذا الطريق، وهذا إشارة إلى طريق الحق والباطل والمؤمنين والكافرين. هذه الآيات أيها الإخوة في افتتاح السورة، افتتح الله تعالى السورة بالحروف المقطعة، وقد تكلمنا عنها في سور سابقة، وفقط إنما نشير إلى الغرض الذي من أجله افتتحت السورة بهذه الحروف المقطعة، وهي إشارة إلى التحدي الذي تحدى الله تعالى به العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأن الله تعالى يقول أن هذا القرآن إنما هو منزل من هذه الحروف. وبعضهم قد ذكر إشارة إلى قضية إلى سر افتتاح السورة بهذه الحروف دون غيرها، ألف لام ميم صاد، إشارة إلى غرض السورة بالصراع بين الحق والباطل، وإن كان هذا ليس صريحا أو ليس له دلالة واضحة أو دلالة من دليل. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الكتاب، الفصل بين الحق والباطل، وهو قوله وهو كتاب الله كتاب أنزل إليك، يعني كأن الله تعالى يقول أن الله أعطاك في طريق الدعوة إليه وإلى تبليغ رسالته هذا الكتاب العظيم. قال فلا يكن في صدرك حرج. ما معنى فلا يكن في صدرك حرج؟ يعني لا يكن في صدرك حرج من تكذيب هؤلاء وضلالهم وعنادهم، ما دمت على الحق فلا يضرك أن هؤلاء آمنوا أو لم يؤمنوا. ومعنى آخر هو فلا يكن في صدرك حرج، يعني شك من هذا الدين الحق وهذا الكتاب الذي أنزله الله عليك وما فيه من بينات.
والآية محتملة للمعنيين جميعا. قال تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ذكر الله تعالى الغاية التي من أجلها أنزل القرآن، هي للإنذار، إنذار المكذبين وذكرى المؤمنين. ولاحظوا أيها الأخوة أنه قدم الإنذار على الذكرى. لماذا؟ لأن الأصل هو التخلية قبل التحلية، فالواقع هو الكفر، فكان من المناسب أن يكون إنذاراً ثم تذكير لمن آمن وتبشير للمؤمنين. فلهذا جاءت أكثر الآيات في القرآن بتقديم الإنذار على التذكير والتبشير، لأنه هو الأصل وهو الأول من باب التخلية قبل التحلية. ولاحظوا أنه قال لتنذر به، ما قال الكافرين وذكرى للمؤمنين. لماذا لم يذكر المنذرون به، المنذرين به في قوله لتنذر به؟ ليشمل الكافرين وليشمل العصاة من المؤمنين أو المسلمين، فهو عام، هو إنذار عام، ثم إذا آمن به، من آمن به فهو ذكرى له. قال الله تعالى، انتقل الخطاب هنا في الحديث إلى المخاطبين، وهم في أول المخاطبون منهم هم المشركون. أول من يخاطب بهذا هم المشركون من أهل مكة الذين نزل عليهم القرآن ابتداء، ثم من تبعهم من الكافرين. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولاحظوا أيها الإخوة التعبير بقوله من ربكم، دلالتها ماذا؟ تدل على أن الله أنزل هذا القرآن لإصلاحكم، لأن الرب هو المصلح والمربي والسيد، فهو سبحانه وتعالى أراد بكم الإصلاح وأراد لكم الاستقامة والصلاح كله، لهذا قال من ربكم. معنى الربوبية دلالة على مقصد الكتاب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، من الشيطان وإغوائه وحزبه الكافرين. ثم قال الله قليلاً ما تذكرون. قليلاً ما تذكرون دليل على أن أكثر الناس لا يتذكر، أكثر الناس لا يتذكر لإغواء الشيطان له، أو لاتباعه للهوى، أو لاعتبار مصالحه التي هو عليها من رياسة أو خوف أو نحو ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله تعالى هنا قال يقول قليلاً ما تذكرون، فإشارة إلى تأنيبهم وتوبيخهم على التكذيب مع أنهم يرون الحق أمامهم. قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها. هنا كأن الله عز وجل يبين لهم صورة من صور الأمم السابقة قبلهم وكيف كان حالهم. قال الله كم من قرية، لم يقل كم من أمة. لماذا عبر بالقرية دون الأمة؟ إشارة إلى قريتهم وهي أم القرى مكة، كأن الله تعالى يقول ستأخذكم عقوبة الله وإهلاكه كما أخذ من قبلكم من القرى حين كذبوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال ذكر الله تعالى وقت البأس ووقت الأخذ والهلاك، وهو قوله بياتا أو هم قائلون. لماذا ذكر الله هذه الأوقات دون غيرها؟ لأن هذه الأوقات هي أوقات راحتهم وترفهم وأمنهم التام، كأن الله تعالى يقول سيأخذكم الله في على حين غرة وبغتة في غفلة منكم، إما بياتا في الليل وأنتم لا تشعرون، أو أنتم قائلون نائمون، ففي الليل لا يرون وفي النوم لا يشعرون. فهو ذكر الله تعالى الأوقات التي ليس لهم سلطة وليس لهم تصرف، ولا شك أن أخذ الله لهم في هذه الأوقات أقوى وأعظم في الهلاك. قال الله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا حال بني آدم، حين يأتيه العذاب يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والاستغفار، لكن متى؟ إذا لم يكن له سبيل إلى ذلك. فقال الله فما كان دعواهم، دعواهم هنا دعواتهم أو دعاءهم لله عز وجل، إذا جاءهم بأسنا وهو عذابنا
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كأنهم قالوا يا ربنا إنا كنا ظالمين فأنجنا، فلا ينفع الندم حين ذلك. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. من هم الذين أرسل إليهم؟ هم الأمم، الأمم هم الذين أرسل إليهم، وهم سيسألون عن ذنوبهم وعن تكذيبهم وعن عنادهم لأنبيائهم. قال الله: ولنسألن المرسلين. لماذا يسأل الله المرسلين؟ هل لعدم قيام بما أمرهم الله تعالى به؟ حاشا وكلا، وإنما هم قاموا بما أمرهم الله على خير قيام، وإنما يسألهم الله، يسأل الأنبياء زيادة، نعم، زيادة في التغليظ والتخويف للمرسل إليهم وهم الأمم. فإن الأمم إذا علموا أن الرسل سيسألون علموا أنهم إلى العقوبة والعذاب صائرون لا محالة، لأن الأنبياء سيقولون الحق. ربما إذا سأل هؤلاء يجحدون أو غير ذلك، لكن الأنبياء سيقولون الحق الذي هم فيه، والله تعالى من وراء ذلك كله عليم. قال الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم. ما معنى فلنقصن عليهم بعلم؟ يعني سنذكر لهم سير الأمم السابقة كلها بعلم منا وبصيرة، فنحن أعلم الناس بها، فنحن أعلم بهؤلاء وحالهم وما كان منهم. وما كنا غائبين، أي ما كنا غائبين عنهم وعن أعمالهم وتكذيبهم، وما كنا جاهلين بهم وبحالهم، بل نحن أعلم بهم من أنفسهم. قال الله: والوزن، وفي معنى قوله فلنقصن عليهم بعلم أيضا يشمل ذلك يوم القيامة حين تعرض الأعمال أمامهم وتخرج لهم صحائف أعمالهم بدقائقها. والوزن يومئذ الحق، فعند الله يومئذ ميزان لا يظلم أحدا، فمن ثقلت موازينه من المؤمنين فأولئك هم المفلحون. والفلاح غاية الفوز، غاية الفوز هو من شق طريقه حتى وصل غايته. ومن خفت موازينه من الأعمال، من الأعمال، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هنا أيها الإخوة انتقل السياق إلى الذكر وامتنان الله عز وجل على العباد من المؤمنين، من الكافرين والمؤمنين. فذكر الله تعالى منته عليهم بأن مكنهم في الأرض: ولقد مكناكم في الأرض. والتمكين هنا هو أن الله عز وجل جعل لهم في الأرض معيشة، وجعل لهم فيها سكن، وجعل لهم فيها حكما، هذا من التمكين، وليس التمكين هو السلطان هنا في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا ذكرهم الله بأصلهم امتنانا عليهم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في إشارة إلى حال آدم عليه السلام الذي صوره الله تعالى، ثم قلنا خلقناكم إلى حال آدم، ثم صورناكم إلى حالهم حيث جعلهم الله عز وجل خلقهم صورا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم امتنانا من الله عز وجل وإكراما لهذا الجنس البشري، إذ أمر ملائكته بالسجود له، ولا شك أن هذا دليل على إكرام الله تعالى. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لماذا لم يسجد؟ قال الله: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. لاحظوا الأسلوب الرهيب في التهديد أو في التبكيت هنا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كأن ذلك غاية في الاستنكار، كيف أأمرك بذلك ثم تمتنع؟ ما كانت حجة إبليس؟ كلمة أيها الأخوة عظيمة، وكلمة باء بها في خسران عظيم. قال أنا خير منه. هذه الكلمة التي زلت بها
زل بها لسانه فزل بها منزلته. ولذلك أيها الإخوة، الوقفة يسيرة مع هذه الكلمة، قال أنا خير منه، أن إعجاب الإنسان بنفسه والمخلوق بنفسه هذا من مشابهة لإبليس في هذا الموضع الذي ذكره الله تعالى، وهو من أعظم أسباب السقوط والخذلان والهبوط والإخراج من رحمة الله ومن المنزلة عند الله عز وجل. فليحذر المسلم اللبيب أن يكون في نفسه عجب أو فخر أو خيلاء أو كبرياء، أو أن يرى نفسه أنه خير من غيره، فذلك والله هو سبيله، هو وصف صفة الشيطان. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يرى أن الأفضلية في الخلق وليس هو في الخلق، وإنما هو بالإيمان والاتباع، اتباع الهدى، فإن ذلك هو ميزان عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال اهبط، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هنا الله عز وجل أهبطه من منزلته التي كان فيها، وهي منزلة الملائكية التي رفعه الله تعالى بها في قصة طويلة ذكرناها في أول سورة البقرة، في كيف كان من الملائكة وهل هو منهم جنسا أو أنه كان من الجن ثم رفعه الله تلك المنزلة، في يعني حديث يطول لكن يعني أصله في حديث إسرائيلية لا حاجة لنا بذكرها. المهم أن الله أهبطه من تلك المنزلة، ولذلك قال فما يكون لك أن تتكبر فيها. أيها الأحبة، منزلة الولاية عند الله لا يمكن أن ينالها المتكبر أبداً، ولا يمكن أن ينالها إنسان في قلبه فخر وخيلاء. فأقرب الناس إلى الله هم الذين يرون أنفسهم في فقر وذلة لله عز وجل، وعدم تكبر على أمر الله تعالى، وتواضع وتذلل. قال الله تعالى فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج من الجنة، فأخرجه الله من الجنة بعد أن كان فيها، وجعله الله من الصاغرين. ولاحظ لم يقل فاخرج إنك صاغر، بل قال إنك من الصاغرين، فهذا أبلغ في العبارة في كونه في صغره وصغاره. قال أنظرني إلى يوم يبعث. هنا الشيطان أراد أن يستدرك، لماذا؟ لحقده وحسده ما زال في قلبه على هذا المخلوق المكرم وهو آدم، فقال أنظرني. لماذا طلب الإنذار؟ لم يطلب الإنذار لأن ليحيا، وإنما طلب الإنذار ليكون عدواً لهذا المخلوق وليغويه ويصرفه وذريته. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فغرضه هنا غوايتهم إلى أن تقوم الساعة. فهل أجابه الله؟ هل استجاب الله طلبه؟ لا، لم يستجب الله طلبه، وإنما أخبره بأنه عنده مكتوب أنه من المنظرين. قال إنك من المنظرين، ولم يقل سأنظرك، بل أخبره أنك في كتاب الله من المنظرين. وهذا يدل على أن هناك غير إبليس من المنظرين، من مثل من؟ مثل جبريل عليه السلام وملك الموت والملائكة وغيره. فهذا دلالة على أن الله تعالى لم يكرمه بالإنذار لطلبه، وإنما أخبره لأن ذلك مرتبط بسنة وحكمة إلهية. قال فبما أغويتني، لاحظ، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال كأنه فبما طبعت في من هذه الطبائع فسأغوي هؤلاء وسأقعد لهم. لاحظوا كلمة أقعد لهم، لأقعدن لهم، لأقعدن لهم، يعني بعبارة، لاحظوا، والمثل يقول قعد له، يعني تربص به كل التربص، صراطك المستقيم. إذن هو سبيله هو أن يقعد لهم على هذا الطريق وهذا السبيل. ثم قال الله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لاحظوا يا أخوان الكرام، إخبار الله عز وجل هنا عن إبليس أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا
قال العلماء في بين أيدينا هنا في أمور الدنيا وما خلفنا الآخرة، وعن أيماننا في أمور الطاعات، وعن شمائلنا في أمور المعاصي بإغوائنا بها، فهو لا يدع طريقا إلا سيغوينا به. ثم أخبر قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، إنما قال ذلك ظناً لعلمه بطبيعة آدم وما جبله الله تعالى عليه. قال: أخرج منها مذؤوماً مدحوراً. وكلمة مذؤوماً معناها مذموماً ومعيباً، هي أبلغ من مذموم، فالله تعالى قد حقره وجعل فيه صفات الذميمة كلها، ثم دحره وطرده وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهذا تهديد ووعيد لبني آدم أن من تبع هذا العدو وهذا الشيطان فإنه سيكون معه في جهنم عياذاً بالله من ذلك. هذه أيها الإخوة يعني بصائر في هذه الآيات، وإن كانت الحقيقة الآيات فيها كثير من المعاني التي تستحق أن نقف معها في دلائلها وهداياتها، لكننا نشير إشارات واللبيب بالإشارة يفهم. هذه الآيات أيها الإخوة ينتقل فيها السياق من ذكر قصة آدم في خلقه وقصة إبليس في عدم استجابته لأمر الله عز وجل وما كان عليه من ذلك من إهباطه وإخراجه من الجنة، جاءت الآيات هنا في إكرام هذا الجنس البشري الذي خلقه الله تعالى، وزاد من ذلك أن الله تعالى أسكنه الجنة التي أخرج منها إبليس، وهذا زيادة في إغاظة هذا العدو إبليس بذلك. ولا شك أن هذا دليل أيها الإخوة على شدة مقت الله عز وجل لإبليس بأن أكرم الله تعالى من هو في ظنه أنه عدو له، أي إبليس يظن أن هذا، بل هو يعتقد أن هذا عدو له، فأكرم الله تعالى هذا الجنس البشري وهذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى، وفي هذا إغاظة لإبليس. قال الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل أدخل، قال أسكن. ولا شك أن قوله أسكن أدل على الإكرام من أدخل، ففيها دلالة على اطمئنانه واستقراره فيها. قال: أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. وهذا أيضا زيادة في الإكرام، أن الله تعالى أباح له وأتاح الأكل من كل شيء إلا شجرة واحدة، ولذلك قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة على أن الله عز وجل أتاح وأباح لهذا الجنس البشري وأحل له ووسع له في الحل، وإنما حرم عليه شيئا يسيرا. يعني هنا في هذه الجنة أباح له كل شيء وإنما حرم شجرة واحدة، تدل على أن الله تعالى من كرمه لهذا الجنس أن الله تعالى أباح له الطيبات كلها وحرم عليه شيئا يسيرا. قال: ولا تقربا، وكلمة لا تقربا أدل وأبلغ من قوله ولا تأكلا، كأن الله تعالى يقول لآدم وزوجه: لا تقربا حول الشجرة، حتى قربانها قد يغري بأكل الأكل منها مع وجود من هو قد أخذ على نفسه بإغوائهما وإغرائهما. ففي هذا دلالة أيها الإخوة على أن الإنسان يجب أن يحذر القرب من المعاصي والسيئات والشبهات التي قد تدعوه إلى الوقوع في الحرام. قال الله عز وجل في حال إبليس، وتصوروا وتأملوا يا أخوان الآيات كيف ذكر الله وبين وفصل مجاهدة إبليس وجهاده في إغواء آدم. آدم عليه السلام وزوجه لم يستجب لإبليس من أول دعوة،
بل تمنع وتمنع وتمنع حتى أغواه الشيطان بأسلوب ماكر بأن هذه الشجرة إنما منعت فيها لأمرين: لأن من أكل منها فسيكون خالدا، ومن أكل منها فسيكون ملكا. ولا شك أن آدم عليه السلام يطمح ويطلب أن يكون خالدا وأن يرتقي لمنزلة الملائكة الذين أكرمهم الله، فهنا جاءه الشيطان من الباب الذي هو يطلبه ويريده. وهي مسألة أيها الإخوة نقف معها وقفة مهمة جدا. الشيطان يا إخوان الكرام كثيرا ما يأتي إليك من طريق أنت تطلبه وتطمح إليه، فيأتي للإنسان يقول أن هذا الطريق هو طريق شهرتك، هو طريق رياستك ومنصبك، هو طريق غناك. يعني يأتي للإنسان تاجر فيقوله هذا طريق الربا هو طريق تجارتك الذي أنت تطلبه وتريده، ستكون بهذا الطريق من كبار التجار. ويأتي إلى إنسان حتى يأتي إلى طالب العلم فيغريه بما يغريه به حتى يجعله يطمح ويطلب المناصب وغير ذلك باسم الدين. هذا طريق الشيطان الذي أوقع به آدم عليه السلام، أنه يزين لك ما تريد، ماذا تريد، ثم يغويك بالوصول إليه بطريق غير شرعي. قال هنا فوسوس لهم الشيطان، بدايته وسوسة، وكيد الشيطان كله إلى الوسوسة، ليس له سبيل إلا الوسوسة. ولذلك جاءت سورة الناس لأجل ذلك، وهي خاتمة الكتاب العظيم: من شر الوسواس الخناس. فإنما كيده على المؤمنين بالوسوسة، فبدأ بهم بالوسوسة بتحديث أنفسهم وإغرائهم وإغوائهم، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو ليس فقط يريد أن يبدي لهما من سوآتهما، وإنما هذا عاقبة الأمر، هذا عاقبة الأمر. وإلا فغرض إبليس هو الإضرار بآدم وإخراجه من الجنة. غرض إبليس ليس فقط هو إبداء السوءة، وإنما غاية أكله ستؤول بإبداء السوءة. ثم قال الله عز وجل، وهذا حقيقة فيه وقفة مهمة، أن إبليس من أشد غاياته أن يبدي سوءات بني آدم، إما سوآتهم المعنوية أو الحسية. فها أنتم ترون أيها الإخوة كيف يغوي ويغري الناس بالزينة، خاصة النساء، والتعري والتكشف ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي هي من كيد الشيطان وجهده واجتهاده على بني آدم. قال الله عز وجل، قال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، كأنه الوسوسة لم تكن في البداية طريق لإقناعه، ثم بين لهم بعد ذلك وقال، لاحق وقال، لو أن سياق الآية قال لكان هو الحديث عن الوسوسة، لكن واو تدل على استئناف حديث آخر، استئناف وسوسة بعد وسوسة، وهذه دلالة من دلالات الآية. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أتى إليهما من حيث يستطيع بهما أن يغريها، لا ليغريهما، لم يقل كلا فإنها لذيذة، أو كلا فإن فيها ما ليس في غيرها، لا، أتى إليهما من طريق بعيد وهو ما يريده آدم. وقاسمهما، يعني أقسم لهما أيمانا. ولا يمكن أيها الأخوة يكون القسم إلا بعد متى؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تمنع. كأن آدم ما يزال يتمنع، ثم أقسم وألح عليه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكل هذا وآدم عليه السلام
طبعه البشري الذي خلقه الله وفطرته السليمة التي بناها الله فيه يقبل النصح، لكنه هنا الشيطان أتاه من حيث طبعه فطرته السليمة، قال إني لكما لمن الناصحين، فغاب عن ذهنهما في تلك اللحظة استحضار نهي الله عز وجل. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن الشيطان قد يأتي بالنصح، قد يأتي للآدم بالنصح فيقول أن هذا خير لك وأن فيه كذا وكذا إلى غير ذلك من سبله. قال فدلاهما بغرور. أنت عندك سؤال؟ يعني أنا أريد أن أمثل بمثال آخر في قولي وقاسمهما، لو أردت أن أطلب منك شيئا فقد أطلب منك فتتمنى ثم أطلب منك فتتمنى ثم أقسم عليك بأن هذا هو الصواب وأنه هو الحق، أليس كذلك؟ هذا مثل طريق وسوسة الشيطان، فإنه تمادى بهم من بالوسوسة حتى وصل إلى مرحلة الإقسام والتأكيد اللازم المقارن بالحلف والقسم. امتنع في دلالة الآيات تدل على أنه امتنع، وطبعه والله أعلم أقرب إلى ذلك. فدلاهما بغرور، لاحظ قوله فدلاهما بغرور، يعني أوقعهما في حال من غرور فيه هو. فالشيطان إذا أوقع ابن آدم في المعصية هو في حالة غرور وعجب لا شك. ومتى يخنس ويذل؟ إذا امتنع ابن آدم من إغوائه وعصاه وقام على طاعة الله، فإن ذلك أصغر ما يكون فيه الشيطان. قال الله تعالى فلما ذاق الشجرة، مجرد الذوق لم يأكل، وإنما لما ذاق الشجرة ذاق منها طعما بدت لهما سوآتهما. وهذا من كأن الله عز وجل جعله علامة على سخطه عليهما في معصيته في أكلهما من الشجرة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يعني نهما في الأخذ من ورق الشجرة وتغطية سوآتهما. والخصف كما تعلمون أنه يمثل اللباس المخيط الغليظ، فكأنهما من غير شعور أكثر من القطف من الشجرة لتغطية سوآتهما. وفي هذا أيها الأخوة دلالة عظيمة نأخذها، وهي من يستطيع أن يأتي لنا بالدلالة العظيمة في فعل آدم عليه السلام وحرصه حرص زوجته على تغطية عوراتهما سوآتهما؟ من الذي علمهما؟ ومن الذي زرع في نفسيهما وخلقهما أن هذا عيب وسوءة يجب تغطيتها مع أنهم لم يعلما قبل ذلك؟ نعم، فطرة الله عز وجل زرعها في قلب الإنسان، يعني أن الإنسان مفطور أصلاً على الحرص على تغطية عورته. وأنتم ترون الصغار حتى الصغير الذي لم يعلم يستنكر كشف العورة، وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة أن أعظم من أعظم ما فطر عليه الناس الستر، وأن مخالفة هذه الفطرة بكشف السوءات هي مخالفة للفطرة أصلاً ومخالفة لأمر الله عز وجل قبل ذلك وبعده. فهذا معنى عظيم نأخذه من هذه الآية، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمثل ذلك في الفطرة أصلاً التي فطر الله عليها. أما من خالف الفطرة فقد خرج عن هدي الله وصراطه ووقع في إغواء الشيطان. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال المفسرون هنا أن الذي ناداهما الله، وقيل أن الذي ناداهما ملائكة الله عز وجل بأمر الله تعالى. ولا وعلى كل حال الآية الصريحة في أن الله ناداهما ربهما الذي جعلهما في هذه الجنة لحكمة
وما وقع آدم أيها الأخوة بما وقع فيه إلا لحكمة أرادها الله وأمر أراده الله، وهو ابتلاءه، وأنه أراد أن يجعله خليفة، لأن الله عز وجل كتب عليه ألا يبقى في هذه الجنة، ولهذا قال ولا تقرب هذه الشجرة، بقاؤه في أول إسكانه إياها، وإلا فهو وذريته من المؤمنين راجع إليها. فالله تعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد من خروجه منها. فمعصية الله، معصيته معصية آدم لربه كتبها الله تعالى عليه، فهو لا يلام بها، حيث قد تاب منها فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا في الآية التي بعدها جاء صريحا في قول الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وهذا نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة، هو أن الإنسان ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا خطاء، لكن ينبغي الرجوع مباشرة والتوبة الصادقة العازمة اللازمة الدائمة. وهذا يؤكده أن آدم في سورة البقرة قال الله عنه فتلقى، تعرض في معنى الآية فتعرض، وفي معنى الآخر أنه لما جاءه عرض الله بالتوبة تلقاها مباشرة بخلاف إبليس. فهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن مهما وقع منه، وأن لا يغريه الشيطان وغويه بأنك قد وقعت فلا فائدة. قال اهبطوا منها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هنا الخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل الحية، وذكر الحية هنا في كثير من الإسرائيليات لم يكن لها دليل صحيح. فالشاهد أنه قال بعضكم لبعض عدو، إذن نحن عدو له ولحزبه، وهو عدو لنا لآدم وذريته، فأينا الذي يتخذ الآخر عدوا؟ هذا هو محط المعركة، وهذا أدل دليل على مقصد السورة التي ذكرت لكم أنها في ذكر الصراع بين الحق والباطل. قال الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا نأخذ من قوله ومتاع إلى حين؟ إن أن هذه الدنيا متاع مؤقت، لأنه قال إلى حين، يدل على أن هذه الدنيا منتهية، هي متاع لكنه منقطع مؤجل مؤقت بأجل أراده الله وحدده. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فذكر الله عز وجل حالهم في هذه الدنيا، حياة وموت ثم بعث. وهذه الدنيا انتهت، الدنيا هي حياة ثم موت ثم بعث، وكأنها لحظة، كأنها لحظة. ثم قال الله عز وجل، انتقل الحديث هنا في السياق إلى من؟ إلى ذرية آدم. وهذا من رحمته وعنايته وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بني آدم، توجيها لهم، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. جاء الحديث هنا عن اللباس لأن السياق في الأول قد جاء به في أول إغواء إبليس لآدم في قضية اللباس، في قضية الفتنة بالأكل من الشجرة التي كانت سببا في نزع لباسه. قال قد أنزلنا عليكم، هل أنزل الله اللباس؟ هل أنزل الله تعالى قد أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم؟ هل أنزل الله اللباس؟ هنا الآية تتضمن معنيين. المعنى الأول أن الله أنزل اللباس الذي كان على آدم وحواء، وهو ورق الشجر، ورق الشجرة من الجنة، وكان هذا اللباس الذي أنزله الله مع آدم وحواء هو إشارة لللباس كله. وقيل أن المقصود بالإنزال هنا يعني قد أمر الله عز وجل باللباس،
بلباسكم، وخلقه لكم هنا في هذه الأرض، وأنزل عليكم حكماً بالتستر به، يعني هيأه لكم وأمركم بلبسه، يواري سوآتكم. وهذا يؤكد أيها الإخوة على عظم أمر مواراة السوآت والعورات، وأن هذا من أعظم ما شرعه الله تعالى على ابن آدم وعلى آدم وذريته. قال تعالى: يواري سوآتكم وريشا. ما معنى الريش؟ وما الفرق بينه وبين اللباس؟ وفي قراءة رياشا. ما معنى الريش أو الرياش أو الفرق بينه وبين اللباس؟ نعم نعم، أحسنت. اللباس هو لباس الستر، أن يستر العورات، عورة والجسم. والرياش ما فوق ذلك من موضع الزينة، يعني هو لباس الزينة. فليس كل اللباس للعورة لستر العورة، وإنما منه ما هو جعله الله موضع زينة، كمثل مثلا هذا الشماغ، هذا ليس لذات اللباس يعني تغطية الجسم أو تغطية العورة، وإنما هو زينة، وأكثر اللباس هو من الزينة. وهذا من منة الله ونعمته، من منة الله ونعمته على ابن آدم وإكرامه لهم. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ هنا معنيان: لباس التقوى يعني اللباس الذي تتقون فيه ما يضركم. ما هي ماذا يضركم؟ الحر والبرد والحرب، يعني يدخل في هذه الآية كل لباس، حتى لباس الحرب. ولباس التقوى أي الذي تتقون به ما يضركم من لباس البرد أو الحر أو الحرب. والمعنى الثاني: ولباس التقوى يعني اللباس الشرعي الذي أمركم الله تعالى به، وهو اللباس الذي يستر عوراتكم وما أمركم الله تعالى به بستره. فانظروا بداعة هذا التعبير في تضمنه هذين المعنيين. ولباس التقوى ذلك خير، قوله ذلك خير دليل على المعنى الثاني وهو آكد، يعني أن الله تعالى جعل هذا اللباس لتتقون به ما أمركم الله به، ما أمركم الله به وهو ستر عوراتكم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لم يقل لعلكم، قال لعلهم، إشارة إلى الكافرين الذين أنزل الله تعالى عليهم هذه الآيات، أنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات لعلهم، وفي قراءة لعلكم، في قراءة لعلكم تذكرون. ثم قال الله تعالى: يا بني آدم، وهنا الله عز وجل ناداهم نداء عظيما فيه عناية ورعاية وتربية واستنفار لهم واهتمام بهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ولاحظ كلمة لا يفتننكم، التعبير بالفتنة هنا يعني يشمل كل صارف عن الحق، وهذا يدلنا على أن كل ما يصرف عن الحق فهو فتنة. كل ما يصرفك عن طاعة الله وعن دين الله وعن صراط الله فهو فتنة وهو صارف عن الخير. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انظروا يا إخواني الكرام بلاغة هذا القرآن العظيم، وهذا الأسلوب البديع، وهذه الرعاية الإلهية العظيمة، في أن الله تعالى يريد أن يثير في نفوسنا بغض هذا العدو، وأن نتحسب له وأن نستعد له، ويزيد من غيظنا عليه، فيذكرنا بأنه كان سبباً في إخراجه بكم. قال: كما أخرج أبويكم من الجنة. والله يا أخواني هذه الآية كافية أن نمقت هذا العدو الشيطان، وأن لا نتبعه، وأن نستنفر في نفوسنا كل عداوة له، لأنه سبب في إخراجنا من الجنة. كما أخرج أبويكم من الجنة، هل هناك أشد من هذا
عداوة أن يخرجك يكون سببا في إخراجك؟ قال ينزع عنهما لباسهما. هو لم ينزع عنهما لباسهما، وإنما كان سببا في ذلك ليريهما سوآتهما. وهذا يؤكد لنا ما ذكرنا أيها الإخوة من أن الشيطان من أعظم ما يحرص عليه إخراج سوآت بني آدم، إخراج سوآت بني آدم لينزع عنهما لباسهما. فمن أعظم ما يحرص عليه كشف سوآتهما. وهذا يؤكد لنا أن من سبل الشيطان الآن هي كشف العورات وإشاعة الفحشاء في بني آدم. هو الواقع الآن من أعظم سبل الشيطان التي تغوي الناس طريق الفاحشة والشهوات، من أعظمها وما أكثرها وأعظمها اليوم. انظروا إلى تلك القنوات التي تكشف السوءات، وانظروا إلى تلك بيوت الدعارات في كثير من بلدان العالم، وانظروا إلى حال النساء في تكشفهن وتعريهن وحرصهن على ذلك، منهن المقلة ومنهن المكثرة. كل ذلك هو مما أخذه الشيطان على نفسه. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما الحكمة والغرض من إخبار الله عز وجل لنا أنهم يروننا ولا نراهم؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يخبرنا الله عز وجل لنحتاط، فإن هذا الشيطان العدو لا ترونه، فاحذروا وتنبهوا لا يأتيكم من حيث لا تشعرون. يعني الغرض من هذه الجملة ليس الإخبار فقط، ليس الإخبار بأنه أن هؤلاء أن الشيطان لا نراه، هذا واقع، لكن الله عز وجل أراد أن يخبرنا لنحذر أن هذا العدو الذي أمرنا بعداوته لا نراه، فهو يكيد لنا من خلفنا ومن حيث لا نرى ولا نشعر، فيبعثنا ذلك على التحرز منه ومن كيده بكل سبيل. وأعظم سبيل للتحرز منه هو الاستعانة بالله والتعوذ بالله منه ومن شره، وأن نكون مخلصين صادقين في اتباع أمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال إلا عبادك منهم المخلصين، فالمخلص والمخلص هو من سينجو من سبيل الشيطان. قال الله عز وجل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذا يؤكد لنا أن من كان مؤمناً حق الإيمان فهو أبعد عن الشيطان. يبين لنا في هذه الآية أن السلاح الأمكن والأمثل والأنفذ في على هذا العدو هو الإيمان. قال هنا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فهم أبعد الناس عن هذا الشيطان وعن عدوه. فينبغي أيها الإخوة أن نعزز الإيمان في قلوبنا. ولهذا جاء في سورة الناس، لاحظوا افتتحت بالإيمان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل هذه الأسماء تعزز الإيمان بالله عز وجل واليقين به والتوكل والاستعانة به. ثم قال من شر الوسواس الخناس، لا سبيل لدفع وسوسته إلا بتوثيق الإيمان في النفس، لأن وسوسته في صدرك وقلبك، فسد هذا الباب وأوصده وأقفل عليه بأقفال الإيمان والتوكل والاستعانة. قال الله وإذا فعلوا فاحشة أو ظلم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هنا الحديث انتقل من قصة آدم، من هذه القصة إلى حديث عن المشركين، أنهم يفعلون الفاحشة ويفترون على الله فيقولون هذا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. مما فعلوه ماذا؟ الفحشاء هنا كل فحش وخرج عن الأمر المأمور به. ومما أمروا به هنا من الفحشاء التي أمر بها المشركون ما هو؟ أنهم أمروا بأن لا يطوف بالبيت عريا، أن لا يطوف بالبيت من غير قريش وليس معه لباس من قريش إلا عريان. يعني من يأتي إلى البيت ليس معه من غير قريش وليس معه ثوب من قريش يستعيره
فلا يطوف إلا عريان. انظروا يا أخواني إلى هذا الافتراء العظيم على الله عز وجل، وقالوا هذا وجدناه عليه آباءنا، ثم افتروا قالوا إن والله أمرنا بها. وليس هذا فقط، تحريمهم لما حل الله عز وجل كل ذلك من الفحشاء التي فعلوها، وهي سبيل من سبل الشيطان، سبيل من سبل الشيطان التي أغواهم بها. قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي طريق الفحشاء فإنه غير مرضي لله. هذا قاعدة يتبصر بها المؤمن. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أي الحق والعدل، فكل ما أمر الله تعالى به قسط، فهو قسط لا إفراط ولا تفريط. ما أمر الله تعالى به هو القسط، وهو الطريق الحق بين الشدة والرخاء، وبين الإفراط والتفريط. فالله عز وجل أمر بالحق والخير، ولهذا دين الله عز وجل كله دين يسر وسماحة، لا إفراط فيه ولا تفريط، كل دين الله عز وجل وشرعه قسط عدل. قال الله أقيموا وجوهكم، تأملوا يا أخواني أقيموا وجوهكم، كأن ذلك دليل على إقامة الوجه، لا ينحرف يمينا ولا يسارا، لا يميل يمينا ولا يتجه يمينا ولا شمالا. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهذه الآية من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة، من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة. قال أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهي دالة على وجوب استحضار النية والإقبال على الله عز وجل، وهي دليل أيضا أيها الإخوة على أن الإنسان ينبغي أن يكون طريقه طريق واحدا، وهو طريق الله، صراطك المستقيم. كما قال هنا، كما قال إبليس نعم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأنت على صراط الله، إن حفت يمينا أو التفت يمينا أو يسارا فإن هذا من إغواء الشيطان. والتفاتة اليمين واليسار والشمال معناها أن ترى ما تهواه نفسك من غير ما أمر الله عز وجل، أو أن تقع في الشهوات وترغبها وتنصرف إليها، كل هذا من الالتفات. قال الله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني كل موضع للعبادة، فالمسجد هنا هو موضع العبادة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الله عز وجل يرشد هنا إلى السبيل الأمثل لعبادته، كيف تعبدون الله عز وجل؟ هكذا، أقيموا وجوهكم وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم منه إليه تعودون، طريقكم واحد من الله وإليه، فلا تلتفتوا يمينا أو يسارا، أو لا تظنوا أن في غير ذلك مصلحة لكم أبدا. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، فمن اتخذ الله وليا فهو على الصراط المستقيم، ومن اتخذ غير الله عز وجل وليا من الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإن ذلك على غير هدي الله عز وجل. قال ويحسبون أنهم مهتدون. البصائر في هذه الآيات والدلائل والهدايات كثيرة، نسأل ربنا عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ووسوسته وكيده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله،
وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.